اسمي محمود العطار، لاعب منتخب الإمارات للبولينج، عمري 34 سنة، وخبرتي تقريبا 24 سنة بين منتخب الشباب والرجال. ومدينة دبي كانت حاضنة وداعمة لموهبتي. الحمد لله عندي إنجازات كثيرة على مستوى الخليجي العربي والآسيوي، بين 32 ميدالية ملونة. أفضل إنجاز لي ميدالية آسيا في مسابقة الزوجي، بس عندي ميدالية وايد عزيزة على قلبي اللي هي برونزية الأسياد في الدوحة 2006. كان شعور لا يوصف الصراحة. البولينج التي تعرف غالبا باسم تن بينز، أي 10 دبابيس، هي رياضة فيها المتعة والترفيه مع الأصدقاء والعائلة. يتم فيها دحرجة كرة ثقيلة في ممر طويل وضيق باتجاه مجموعة من الدبابيس، وذلك بهدف إسقاطها جميعا. على كل لاعب ارتداء الحذاء الرياضي المناسب لرياضة البولينج حتى لا يخدش الأرضية. يتم التجهيز للتمرين ولعب البولينج بهاي المعدات لحماية الأظافر والأصابع لكل لاعب. هناك 4 أنواع كور خاصة تصمم على وزن كل لاعب وتزن من 5 كيلوغرام، ومنها ما يزن أكثر. كيف نقدر نلعب بولينج؟ 6 أشواط، كل شوط فيه 10 رميات. يعتمد التهديف على عدد الدبابيس اللي يتم إسقاطها، ويأخذون أفضل 3 نتائج ويتوجونهم أبطال. أعرفكم على كوتش ميكا كوفينيامي من فنلندا، صار له 8 سنوات يعمل كمدرب لمنتخب الإمارات للبولينج في دبي، وهو يعتبر واحد من أساطير رياضة البولينج في العالم. سألت عن مسيرته وتواجده في دبي، وهل إذا كانت البولينج تعتبر رياضة أم لعبة؟ سعيد بتواجدي في دبي، هذه المدينة الرائعة التي قدمت لي الكثير. أنني أحب دبي جدا والعيش فيها مريح، وكمدرب وبطل سابق للبولينج أرى أنها رياضة لأنها تتطلب مهارات عالية بدنيا وذهنيا والكثير من التركيز، فهي تقوي الكثير من عضلات الجسم. هي ليست مجرد لعبة، إنما رياضة بمعايير عالية. البطل محمود العطار فايز بالبطولة العربية 5 مرات، وتوج بطلا لآسيا، وعند الكثير من الإنجازات. كان لازم نسأله شو طموحه في هذه الرياضة. مدينة دبي وفرت كل الدعم لكل الموهوبين في مش رياضة البولينج بس، لكل الرياضات، وإن شاء الله نطمح من دبي نوصل للعالمية عن طريق البولينج. أكثر من 11 مركزاً لممارسة رياضة البولينج في دبي، والقائمة تطول. كل ما عليكم فعله هو ضربة قوية للإطاحة بالخصم. من مركز دبي الدولي للبولينج، سوسن سعد لقناة دبي، برنامج هذا الصباح.